الطائر كانت ضد استعمال القوة لم تستجب للطلب الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وكان ردها صارما وواضحا. فتوجهت فرنسا إلى المغرب بطلب الترخيص لطائراتها العسكرية عبور أجوائها الجوية، وأطلعت السلطات المغربية المختصة بمخططات الطيران حيث قررت استجابة إلى الطلب الفرنسي. يعني أن الجزائر أخبرت النظام الملكي في المغرب أن احنا نستخدم طائرات الأجواء المغربية لقصف المسلمين في النيجر. فالرجاء الرجاء الرجاء أن يصدر بيان بتكذيب هذا، وبإذن الله إن شاء الله أنا أمل كبير أن يصدر بيان من المغرب تكذيب، وأن المغرب هذه بلد طاهرة لا تتورط في هذه الأمور النجسة بإذن الله إن شاء الله. وعندي أمل كبير جدا أن يصدر بيان ويكون يعني المغرب دائما ترفع رأسنا، يعني كما شعبنا المغرب. أنا أخشى على المغرب في تركيا، الجزائر، المغرب والجزائر. تخشى على المغرب؟ من ماذا تخشى على المغرب؟ المغرب الملك هناك صحته معتلة، فإذا توفي المغرب هو مريض؟ نعم، هو واضح جدا يعني الملك واضح أنه يعني لما تشاهد خطابات الملك رغم خلاف إذا 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 حصل للملك ومات، ما الخوف في ذلك؟ ستنهار المغرب، لن تبقى المغرب، لأنه حضرتك المغرب كأي دولة إسلامية يربطها ثلاثة أمور، بيربطها دين الإسلام، وبيربطها اللغة العربية، وبتربطها الحكومة المركزية. فعندما الآن الإسلام جرى إضعافه في المغرب وبيجري إضعافه في كل الدول الإسلامية، يعني سواء في أي دولة إسلامية الآن كل الدول بيجري إضعافه. إيش معنى إيش معنى المغرب إذا مات الملك ستنهار؟ يعني ممالك مات الملك. أيوة، ما نساته. أنت عندك إذا انهار رقم واحد، إذا انهار الإسلام، والإسلام جرى إضعافه جدا في كل الدول الإسلامية بما فيها المغرب. اللغة، لابد من لغة رسمية واحدة للدولة. الآن المغرب فيها أكثر من لغة، لغة بربرية، لغة عربية، لغة كذا، ومسألة الأعراق إلى آخره. ثم فلم يبقى يمسك المغرب شيء إلا الحكومة المركزية، وهذه الحكومة المركزية ستتلاشى وتختفي باختفاء ملك المغرب، لأنه سيعقبه ابنه، وابنه طفل صغير، وفي الآخر يعني من أنا دار بيني وبين بعض الإخوة المغاربة، يقول لك الملك هو مقط يعني فقط أب روحي أو شيء بروتوكولي هكذا، لكن لا لا لا، هو المغرب في نهاية المطاف. يعني المغرب بلد قبضة حديدية وقبضة أمنية،